حياكم الله. اختتمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في حفل تكريم المتعاونين والداعمين والفائزين البرنامج الصحي يلا دايت والموجه لأيتام وأوصياء المؤسسة صباح أمس. وجاء هذا البرنامج في إطار البرامج الصحية والرياضية التي تحرص المؤسسة من خلالها على العناية بصحة الأيتام وتعويدهم على نمط الحياة الصحية. تفاصيل أكثر حول هذا البرنامج نتابعها في تقريرنا التالي من إعداد زميلتنا حنان عبد اللطيف. بعد 3 أشهر من التدريب والعمل المستمر نحو حياة صحية أفضل، أزلت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي صباح أمس الستارة عن برنامج صحي يلا دايت خلال حفل ختامي تضمن تكريم المتعاونين والداعمين والفائزين في البرنامج، وذلك بحضور سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي المدير العام لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وسعادة منى بن هد السويدي مدير عام المؤسسة، إلى جانب الأيتام وأوصيائهم. الحقيقة برنامج يلا دايت من خلاله خلال 3 أشهر استطعنا أنه نغير العديد من أنماط الحياة الصحية عند المشاركين من خلال تعديل نمط الحياة، العادات الغذائية، أيضا الحركة والنشاط البدني، وأيضا الابتعاد عن الضغوط النفسية، إضافة إلى تحسين جودة الحياة. خلال 3 أشهر استطعنا من خلال التدريب ومن خلال المتابعة الأسبوعية أنه هذه نغير، وكانت عندنا القياسات أعطتنا نتائج إيجابية عالية جدا. طبعا كانت مشاركتنا مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لدعم الأطفال، كان على 2 يوم، كانوا عندنا الشباب يوم واليوم الثاني كان للبنات، عبارة عن مسير 5 كيلو تخلله، دخلوا بين الوديان البحيرات الطبيعية، بعض الصعاب والتحديات لإثبات شخصياتهم، وكان تعاون جميل يعني بينهم بين جميع الفئات. بعد ما انتهينا المسار 5 كيلو كانت عندنا مسابقات شد الحبل، لعب كرة الطائرة، بعض المسابقات الأسئلة. الهدف منها أن ندعم هؤلاء الفئة، هذه الفئة، ونزرع فيهم روح التحدي والمغامرة. حرص البرنامج على إدراج مشاركي في ورش عمل مكثفة وتمارين رياضية وفحوصات دورية بهدف اكتسابهم عادات صحية سليمة والعمل على تجنب السلوكيات الخاطئة للوصول إلى الوزن المثالي والتخلص من السمنة. اشتركت وياهم في برنامج يلا دايت وحصلت على المركز الأول بين الشباب والمركز الرابع ضمن المشتركين جميعا. خلال هذا 3 أشهر تعلمنا كثير أشياء عن الورش التثقيفية للأكل الصحي، كيف تنام، كيف تشرب الماء، كثير أشياء ساعدتنا في حياتنا، مش بس عشان نخسر وزن، عشان نتبنى نمط حياة صحي. حصل على المركز الأول في برنامج يلا دايت، طبعا خسرت 11 كيلو وأسعى أني أخسر الوزن أكثر وأصل للوزن المثالي. طبعا نمط الحياة تغير عندي، الأكل تغير، طريقة النوم، واستمرار في ممارسة الرياضة بشكل دائم. يلا دايت برنامج صحي يقوم على أسس علمية وعملية سليمة حول اللياقة البدنية، ويسعى لتبني نمطا صحيا سليما من خلال اتباع سلوكيات غذائية وبدنية تخدم الصحة العامة وتعزز الوقاية من الأمراض المزمنة بهدف الارتقاء بمنتسبي المؤسسة صحيا ونفسيا واجتماعيا. حياكم الله مجددا. حول نتائج وأهداف برنامج يلا دايت والذي نظمته مثل ما ذكرنا مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي للأيتام وأوصيائهم، يسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مع الأستاذة مريم الضنحاني تنفيذي اتصال بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. حياك الله أستاذة مريم، مساء الخير. حياكم الله، مساء النور والسرور. أول شيء خلنا نتعرف على أهداف هذا البرنامج يلا دايت واللي تسعى طبعا إليها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. طبعا برنامج يلا دايت يندرج تحت برامج التمكين الصحي اللي نحرص من خلالها على العناية بصحة الأيتام وأوصيائهم وتعويدهم على نمط حياة صحية بما ينعكس على صحتهم النفسية. نعم. أطلقنا هالبرنامج في أكتوبر الماضي، وخلال هذه 3 أشهر كان هدفنا أن نحسن الصحة البدنية ونقلل من نسبة الأمراض المرتبطة
السمنة وبعادات التغذية السيئة. وحاولنا أن ننشر الوعي الصحي بأهمية التخلص من البدانة وأنهم يكتسبون لياقة بدنية اللي تسهم بدورها أيضا في التخلص من التوتر النفسي وتفريغ الانفعالات. واستنفاذ الطاقة الزائدة وإشباع حاجاتهم النفسية وصول بهم إلى التكيف الاجتماعي واللي يؤدي أيضا إلى تنمية قدراتهم العقلية وتوسيع مداركهم والتحليل والتفكير الإيجابي. جميل. طبعا يمكن نحن شفنا خلال التقرير مريم أن في البعض ما شاء الله يعني خسروا يعني رقم كبير خلنا نقول يعني فترة وجيزة. يعني أنا واحدة من البنات كانت فايزة بمركز الأول ما شاء الله خسرت 11 كيلو مع هذا البرنامج وناوية كذلك أنها تستمر أكثر. أعتقد أن أنتم حطيتوا مركز أول وثاني وثالث وغيره وجوائز قدمت ربما لهم أو خلنا نقول تقدير قدم لهم حتى يتشجعون أكثر، صحيح مريم؟ أكيد طبعا. يعني هذه الخطوة يعني أعتقد ساعدتهم أكثر أنهم يتنافسون مع بعضهم البعض في البرنامج. أكيد نعم. حتى أنهم يعني اللي ما فازوا حابين أن مرة ثانية نطلق البرنامج مرة ثانية أنهم يشاركون، فكان في حماس أكثر يعني عشان يأخذون فرصة ربما في المرات القادمة أنه يفوزون. وهذا شيء جميل جدا أنه في تنافس من بينهم على فقدان ربما الوزن الزائد والمحافظة على نمط حياة صحية. كذلك أيضا مريم هذا البرنامج اعتمد على نجاح الشراكة بين مؤسسة شارقة للتمكين الاجتماعي وكذلك أيضا مؤسسات عديدة شاركت ودعمت هذا البرنامج. خلنا نذكر ربما أبرز هذه المؤسسات، شو الدور أو الدعم اللي قدموا لهذا البرنامج؟ طبعا صاحب هالبرنامج الصحي يلا دايت من بإطلاقه عديد من التحديات الرياضية مثل أنشطة الرياضية ورش العمل، هل تعاونوا في إنجاح أفراد ومؤسسات من المجتمع. طبعا قدم المشرف على البرنامج الدكتور أسامة لالا استشاري الجهد البدني والصحة في وزارة التربية والتعليم ورش عمل مكثفة للمشاركين تضمنت يعني أهمية الغذاء الصحي والرياضة وكيفية اكتساب عادات صحية تجنب سلوكيات خاطئة حتى يصلوا في النهاية إلى وزن مثالي يتخلصوا من السمنة. إضافة إلى التمرينات الرياضية التي أشرفوا نفسه شخصيا عليها. أيضا قدم لنا نادي سيدات الشارقة ومركز اللياقة البدنية 111 فتنس وقام تنوع من برامج الرشاقة واللياقة البدنية وأخضع المشاركين لتمارين مكثفة في الأيروبيكس والتدريبات الرياضية بشكل دوري. أيضا لدينا مستشفى الجامعة وقدم يعني قياسات مستشفى الجامعة أيضا في الشارقة قدم قياسات يعني خلال البرنامج قبل وبعد مثل قياس كتلة الجسم أوزان المشاركين خلال حالتهم الصحية. أيضا تفضل يا مريم. ايضا مركز دكتور نيوتريشن ايضا قدم اشتراكات مجانيه للمشاركين حتى يتبنوا انظمه غذائيه ومناسبه لهم، اضافه ايضا متابعات مستمره من قبل اخصائي التغذيه. مريم ناويين تستمرون ان شاء الله في هالبرنامج وتطبقونه على فئات اخرى مستقبلا؟ نحن هدفنا يعني من البرنامج يعني ان الايتام واوصيائهم. ان شاء الله نتمنى يعني بنشوف ان شاء الله نكون اطلاق ثاني للبرنامج لان يعني شفنا اقبال كثير عليه. فبيكون في مرحله ان شاء الله قادمه او مرحله ثانيه ان شاء الله للبرنامج باذن الله نتمنى. يعني عموما يعطيكم العافيه مريم، كل الشكر لك. ايضا حابين نشكر يعني جميع المؤسسات اللي ما ذكرتها وساهموا معانا بفعاليه سواء افراد ومؤسسات، جزاهم الله الف خير في دعم هالبرنامج ونجاحه. كل الشكر لك مريم الضنحاني تنفيذي اتصال بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. شكرا مريم.